أهلا فيك جابرييل، الو، اهلا فيك يا اخت ماغي، كيفك؟ ربي يباركك. شكرا ويباركك. سؤالك. ربي يسلمك. انا عابر اولا ومقيم بدولة اليونان، تمام؟ ربي يباركك. وصار لي مبروك تقريبا، خلاصك. انا وعائلتي صار لنا تقريبا سنة ونص انه عابرين ونقرأ الكتاب المقدس ونحضر كمان دروس مع القسيس أسامة، مع تحياتي له عبر البث كمان. ف أخت ماغي، كان سؤالي يعني كثير بيسألوني فيه، إنه لما بشر العالم، لما بشر الناس. أنا أولاً أنا عراقي، بس أحب أحكي بلغة يعني بلهجتكم مشان تفهميني، لا تمام؟ بفهمك، حتى لو حكيت عراقي بفهمك، ولا ما ربي تشيل هم، يباركك، المهم ربي توصل يباركك، الرسالة صح. تمام؟ إنه هواية يسألوني، يقولون إنه علمياً، علمياً تمام، إنه علمياً يعني ما في إساءة أدب أو شيء، يعني العلم في شيء حلو، خذ تمام؟ راحتك، تفضل. انه عفوا، يعني اسف عن هذا الكلام، بس انه علميا نطفه الرجل، انه بالاخصاب او بالجماع، تمام، انه يتكون الجنين، تمام، يكون اخصاب او جماع. فكثير بيسالوني يقولون شلون هو ابن الله، يعني شلون تكون وهو جنين صار برحم العذراء مريم. انا قلت لهم بانجيل لوقا، تمام، ولادة يسوع المسيح، البشارة بولادة يسوع المسيح، انه روح لما اجى الملك جبرائيل قال له انه روح العلي تظلل عليك، تمام، انه معجزة، كانت هي معجزة ولادة المسيح وتكوين المسيح كله كانت معجزة، تمام. بس يا ريت انت عبر البث تبعك اخت ماغي، تمام، وكمان رفيقي بارك جنبي، يعني كمان بده يسمع، هو كمان من الشام، تمام، فبدنا نسمع والناس بيسمعوا، انه هذا السؤال يعني بدي كثير بيسالوني عليه مشان اجاوبهم. شوف، هلا الجواب بسيط ومو بسيط. عم اي يسأل الأخ جابرييل، أول شيء مبروك خلاصك ومبروك عبورك مع عائلتك، وربنا يأمن لك حياة ربي مباركة يباركك، مقدسة، يسدد كل احتياجاتك، وأتمنى تكون بأمان. أنت ربي طالع يباركك، معي بوشك، يعني أنا إذا بترجع القصة لإلي بخاف عليكم كثير، بس أنا بعرف تماما إنه الرب حامي الجميع. بالنسبة لسؤالك، إنه كل جنين بيحتاج لنطفة وبويضة لحتى يتكون، هذا المنطق ايوه، العلمي اللي ما حدا طلع عنه، كيف حلو المسيح حلو، بدون نطفة رجل تكون جنين. إذا كان تمام، السائل مسلم فبتقول له روح شوف بقرآنك كيف تكون، روح ايوه اسأل إلهك، حلو، إلهك هو نفسه قال لك صح، نفخ الله بالعذراء مريم وأعطى العذراء مريم، كلمته، صح وإنه المسيح هو كلمة الله. هذا الإيمان المسيحي، المسيح هو كلمة الله، هذا هو الإيمان المسيحي كمان. أوكي، فالمسلم آمين ما بحق آمين له يسألك آمين هذا يا رب، السؤال أبدا، لأنه جوابه بقرآن. آمين يا رب، أوكي، آمين يا رب، بالنسبة تمام. أخت للملحد، ماغي، تمام، أخت الملحد ماغي بدي، أيوة بالثانية، تفضلي الملحد والعلماني تفضلي، اللي ما عنده كتاب أيوة مثل القرآن قايل له هذا الأمر، بيقول لك كيف، هات اللي كيف الجنين اشرح لي اياها اجا بدون نطفة رجل. كمان بنفس الطريقة هن بيأمنوا انه الكون كله تشكل من ذرة، من ذرة، صح، يعني هن مؤمنين انه هذا الكون كله بالبشرية اللي فيه، بالكائنات اللي فيه، بدون بالغلاف تبعه الزردشتية، كله قصدك ذرة. الزردشتية، فانت قنعك ايوه العلم انه الكرة الأرضية كلها تكونت من ذرة، ورافض تفهم كيف تمام، جنين تكون بمعجزة، يعني معجزات العلم اللي بيقول لك عنها بتسلم فيها، بس نحن لازم يكون اسمنا هبل إذا صدقنا معجزات هي معجزات حية وعايشين فيها. أوكي، شو في غيره جابرييل؟ صح. اختي ماغي، بدي من خلال البث تبعيتك انه ابلغ اخواننا اللي تبروا منا، اللي كمان منهم اهلي، يعني اللي الكل تبروا، بحب اصلي لهم واقول لهم باسم الرب يسوع انه يجيكم الروح القدس ويطلعكم من الظلمه للنور، تمام، لانه انا صارت معي معجزه وحابب احكيها، تمام، اتفضل. انه سنه ونص، سنه ونص اخت ماغي، تمام، صار لي متزوج سنة ونص، انه طلبت كثير، يعني انه كنا حابين يكون عندنا طفل طفل طفل، ما في، تمام. فساعة 4:30 الصبح، تمام، وقفت عند الشباك البيت، 4:30 لكل ايام، طلبت، قلت له يا بابا انا بطلب منك طلب من ابن الله، لابوه،
نبدي منك طفل يا رب. يعني طلب يعني ما بيغلى عليك، انت اله مطلق قادر على كل شيء يا رب، لانه ليس شيء غير ممكن عندك يا رب. الله. تمام، فبدي منك هذا الشيء. اسبوع اخت ماغي، اسبوع رجعت على البيت حللنا، وكنت حابب تكون بنت يعني، حللنا وطلعت حامل. تمام، نشتغل. ومن هذاك اليوم انه اطلقنا عليها اسم ميلا، اللي هو معناته معجزه. تمام، انه اجت عن طريق معجزه، انه يا اخواني يا اخواني يا مسلمين، احنا بنحبكم. تمام، وما عندنا اي ضغينه تجاهكم، حتى لو سبيتونا، حتى لو حكيتوا عنا بسوء. تمام، أهلك بس كون هذا المسلمين ما بيستقبلوك ومضطهدينك. ايوه ايوه بس انا انه الرب يسوع شو قال بانجيل متى؟ قال سمعت انه قيل لكم احب اخيك وابغض عدوك، اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم وباركوا لعنيكم. تمام، فيا اخواني، هي كتابنا المقدس موجود، وهذا القران اللي كله دم وسفك وانتهاك محارم وكل شيء فيه. صار لنا يعني انا من تولد 84 36 سنه عشت كله دمار من صغري، انا ما تقبلت ولا شيء، ولا شيء تقبلت من القران ولا من الاسلام، ما تقبلت. ومن صغري وبشهد، والرب يشهد كمان الي، انه من صغري انا بحب الرب يسوع وبعشقه. يعني كانت امنيتي امتى اكبر وتفرج واسال وابحث عن الرب. تمام، ولقيته والتمسني، ونشكر الرب على كل شيء. اخت ماري، الرب جبريل بيقول يباركك للرب ويبارك يسوع، اخواننا واخواننا بيقول لهم انه الاخرين انا كمان. عندي خراف بيقول الرب انه ايوه انا عندي خراف من هي الحظيرة، وعندي خراف من حظيرة اخرى كمان لازم يجيبهم. امين وانت امين انت حدا امين يا رب. من يعني المدعوين اللي دعاك الرب يسوع، وانت لبيت الدعوة. بالنسبة لاضطهاد اهلك لإلك، يعني انت البركات اللي جايتك كتير عظيمة، كتير عظيمة. امين يا رب، هذا مو امين نبوءة امين. مني، هذا وعد الرب. بيقول لك ربنا اخذ معك كل مين خسر أب أو أم صح، أو أخ أو أخت أو ابن هو أو الاب وهو ابنة الام، من أجلي، هو الاب. فهو رح يعوض له أضعاف مضاعفة. امين امين يا رب، امين. اخت وانت ماغي، حسيته يعني أكثر من في أهلك صفه، حتى. أي امين. عندي صفه كمان، انه اي مشكله بتصير واذا تدخلت فيها باسم الرب يسوع بتنحل. اي مشكله مجرد اطلب من الرب انه آمين. ساعدني يا رب، قويني يا رب لتنحل هي المشكله، بتخلص. تمام، وخلي يجربوا الناس، وخلي يجربوا العالم كمان، المسلمين آمين. كثير يعني، بقول لهم قل له جرب جرب جرب، انت شوف صار لك قديش عمرك بتصلي وبتعبد، من هون القبله. طيب هي الكره الارضيه، اذا انا صليت من هون وصليت من هون شو الفرق يعني؟ اذا انا صليت من هون ولا من هون؟ هي كلها كره ارضيه، ومن وين ما بصلي راح كل تروح الصلاه. الأماكن للرب، طيب صح، ليش وكل الا من هون؟ الاتجاهات للرب. تمام؟ ما بعرف، الرب يباركهم والرب طب يهديهم بدي اقول لك شغله، لطريق النور انا والصلاة. كل ما بيطلع معي ايوه حدا مسلم وصار مسيحي بيقولوا لي دافعتي له ايوه مصاري مقبضتي، لا هيك بيقولوا لي. مستحيل. ليه انا بيقولوا صار هيك؟ لي اختي ماغي، شوفي هدول يعني، هدول انا ما يعني ما بعرف شو بسمي لك اياهم. تمام، مرتزقة ما بعرف. الا انا صار لي فترة قصيرة. تمام، احنا ما بنكذب، خلي يسمعونا، احنا ما بنكذب، احنا كمسيحيين ما بنكذب. تمام، شوف انا صار لي فتره قريبه قليله، طبعا عن طريق زوجتي، اللي قالت تعال شوف هذا البرنامج كثير حلو، تابعتك ما في مشكلة، وصلت رسالتك بكل الأحوال. ويعني ربنا يخلي لكم البنوتة المعجزة اللي أعطاكم إياها.